أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صلى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: مقتل صاحبة صالون وإصابة عاملة غربي العاصمة. نطالع في العربي الجديد: ترامب بعد عمليتي إطلاق النار لا مكان للكراهية في بلادها. في المدى: الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة عراقية. جاء في البصائر: الميليشيات المسلحة تمارس سياسة العزل الطائفي في ديالى. نقرأ في كتابات: مطالبات برلمانية بتواجد زوارق قتالية عراقية في الخليج لتأمين الصادرات النفطية. نقرأ في القدس العربي: مقتل 20 في قصف لطيران حفتر استهدف عرسا في جنوب ليبيا. ونطالع أخيرا في العرب اللندنية: جعجع يطرح خريطة طريق لإنهاء أزمة لبنان المركبة. أهلا بكم. جاء في البصائر: يقول الكاتب محمد الجميلي في مقال بصحيفة البصائر: كتبت أكثر من مرة عن البصائر العزيزة في ذكرى تأسيسها، البصائر البصيرة والجريدة السيف، وكيف لا، فقد كانت لسان صدق وصوتا للمقاومة العراقية ضد الغزاة، ولكن البصائر هذا العام هي من تكتب لنا، هي من تتحفنا بشعارها الذي رفعته في ذكرى تأسيسها 16 مواصلة وعزم. تريد البصائر بشعارها مواصلة وعزم أن تقول إن عظم التحديات لن يوقف مسيرتها المظفرة، ولن تلين لها قناة، ولن تهون لها عزيمة من أجل تحقيق أهدافها وأداء رسالتها التي خطتها يوم انطلاقتها. لقد صرخت البصائر منذ يومها الأول في جموع الخانعين أن أفيقوا ولا يلعبن بكم الغزاة، فإن من ورائكم أياما كالحات خطط لها المحتلون حتى قبل أن يشرعوا بحربهم المدمرة على العراق المنكوب. وها هي الأيام تثبت صدق قولها وصحة تحذيرها. لم يكن للبصائر أن تخون قضيتها وهي صادرة عن هيئة علماء المسلمين في العراق والناطقة باسمها، هذه الهيئة التي أحسنت ظنها بالله وتوكلت عليه، ولم يتسلل اليأس إلى قلبها وعقلها يوما، وظل الأمل يحدوها بأن يعي العراقيون حقيقة الاحتلال وعمليته السياسية الطائفية التي فرضها عليهم، وظلت تراهن على خيار الوعي لدى الشعب حتى تحقق أخيرا بالعزوف الكبير والمقاطعة الفاضحة للانتخابات الأخيرة مهزلة المهازل. ولولا الدعم الأمريكي لهذه العملية السياسية البائسة ورموزها الفاسدين لاقتلع العراقيون تلك الشجرة الخبيثة منذ سنوات، ولكنه قدر الله يبتلي الناس ليميز الخبيث من الطيب ويعلم الصادقين من الكاذبين. إذن شعار البصائر مواصلة وعزم. يختم الكاتب ويقول إن البصائر وهي تحتفل بذكرى تأسيسها 16 بمواصلة الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، لتؤكد للقريب والبعيد ما قاله أبو القاسم الشابي: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وأن كل المعاناة والصعاب التي واجهتها إنما هي ضريبة قول الحق وضريبة الموقف الذي يفرضه واجب الوقت، وكذلك يفعل الأحرار. جاء في العربي الجديد: لم تمضي أيام على مزاعم رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي التي قال فيها: لولا حزب الدعوة لما كان هناك شيء اسمه العراق. حتى أحصت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان المآسي التي تعرض لها الشعب العراقي برمته خلال السنوات 14 الماضية، وكأن هذه الإحصائية بمثابة الحجر الذي ألقمت به المالكي. مقال للكاتب عامر السامرائي في صحيفة العربي الجديد: يعيش العراق أسوأ الفترات منذ تأسيسه، حيث يبدو وجوده كدولة وكمجتمع مهددا،
ولا يبدو في الأفق أن هناك بصيص أمل لانتشاله من محنته في ظل استمرار العملية السياسية القائمة بشخوصها الفاسدة. وجاءت الإحصائية على النحو التالي: 3,400,000 مهجر موزعون على 64 دولة، 4,100,000 نازح داخل العراق، 1,700,000 يعيشون في مخيمات مختلفة، 5,600,000 يتيم، 6,000,000 عراقي لا يجيدون القراءة والكتابة. البصرة وبغداد والنجف وواسط والأنبار في الصدارة. 35% من العراقيين تحت خط الفقر، أقل من 5 دولارات. انتشار 39 مرضا ووباء، أبرزها الكوليرا وشلل الأطفال والكبد الفيروسي وارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية. مبيعات النفط بين العامين 2003 و2016 1,000 مليار دولار لم تسهم في حل أي مشكلة من مشكلات العراقيين. حينما يتم التدقيق جيدا في هذه الإحصائية المؤلمة لا يمكن لأي عقل أن يستوعبها، لأن الأرقام المذكورة مرعبة من حيث الإنسان المدمر من جهة، ومن حيث الأموال المنهوبة وحجم الخراب والدمار الذي يصيب العراق من جهة أخرى. فعن أي وجود للعراق يتحدث المالكي؟ وكل هذا حصل في عهده وهو يتزعم حزب الدعوة الذي يتغنى به. يقول الكاتب: ما يجري في العراق لا يستحق انتفاضة وحسب، بل ثورة عارمة ومحاكم شعبية تختص من رموز الفساد والخراب. ولكن يبدو وللأسف أن جلود هذه الرموز خفيفة يمكن تبديلها بسهولة، بينما جلد الشعب العراقي سميك إلى درجة أنه يتحمل صياط رموز الفساد. حادثة ملعب كربلاء الأخيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة أيضا، فقبلها كانت الحملة التكفيرية الكبيرة ضد احتفالات التخرج لطلبة الجامعات، ناهيك عن التنكيل المستمر بالحياة المدنية والحريات الشخصية التي تعتقد جماعات الإسلام السياسي أنها مظاهر مهددة للفكر، لفكر التدين، تلك الفكرة التي تستمد منها أحزاب الإسلام السياسي زخمها وحضورها دون الحاجة إلى برامج سياسية وتنموية. عن الأحزاب الدينية في جنوب العراق كتب سليم سوزة في صحيفة المدى: هكذا جدل قد أرجعنا إلى مناقشة بديهيات مجتمعية تجاوزتها الدولة العراقية قبل 50 عاما أو أكثر. أعتقد أن هذا النقاش مهم ومفيد لنا جميعا، لأننا من خلال استمراريته نتعرف يوما بعد يوم كيف أن سياسات التقوى التي تريد من خلالها أحزاب الإسلام السياسي إعادة إنتاج الفضاء الديني المتخم بالتقديس تلعب دورا كبيرا في تحويل مادي إلى تصوري، أو المكان الجغرافي المقدس إلى متخيل سياسي، حتى تتمكن تلك الأحزاب من خيارات الناس وتقبض على إيمانهم لصالحها. نعم، قد تلعب سياسات التقوى دورا مؤثرا في التحشيد السياسي ضد هذا العدو أو ذاك الغريم، وقد يصبح لها تأثيرا واضح داخل حتى بيئتها الصديقة ومحيطها غير المعادي، لكنها على المستوى البعيد تفقد إحدى أهم حيلها، وهي القدرة على توظيف المشاعر الدينية وتحويلها إلى منتج سياسي. كلما أمعنت هذه الأحزاب في سياسات التقوى ازدادت حدة نقد الجماهير لها. بالتالي كل محاولات الأحزاب الإسلامية في الإحكام على الفضاء الديني من الأعلى تقابلها محاولات الآخرين المعارضين في التأثير على جماهير تلك الأحزاب من الأسفل. هي تربح الفضاء لكنها تخسر الأرض دون أن تعرف. هذا جدل قاس لكنه لذيذ وحيوي، لأنه يراكم القلق عند الظلاميين ويجعل أفكارهم البالية والهشة خائفة ومرعوبة حتى من نشيد بلدها الوطني. يقول الكاتب: المسألة مسألة وقت فقط، والموضوع لم يعد يخص صراع الإسلاميين مع العلمانيين، وإنما تحول إلى صراع بين عراقيين متدينين وبين طبقة سياسية إسلامية داعشية متحجرة تريد إعادة رسم حدود المقدس من أمكنة وأضرحة دينية معروفة ومحترمة إلى خريطة واسعة تشمل كل التراب، كامل التراب العراقي.
جاء في عربي 21: التوترات والأزمات الراهنة مع إيران مركبة ومعقدة في نفس الوقت، وتحت مسميات وعناوين ومظاهر متعددة، لكن جميعها متداخلة ومتشابكة، بحيث إن التعاطي مع أي منها بشكل منفصل عن البقية يقدم صورة ناقصة وأحيانا انحرافية عن الواقع الراهن. تعود جذور هذه التوترات إلى عامل قديم ومهم ومستمر، هو الصراع بين إيران والغرب بشكل عام، وإيران والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. عن حرب الناقلات كتب صابر عنبري في موقع عربي 21: الرسالة الإيرانية بتوقيف الناقلة البريطانية فتتجاوز سياق الرد بالمثل على إجراء محدد، إلى كونها تحذير عام لكل من واشنطن ولندن وغيرهما من أي تعرض لناقلاتها في المياه العالمية، على ضوء وجود مخطط أمريكي لتصفير صادرات النفط الإيرانية. لذلك كانت تراود صناع القرار الإيراني مخاوف من أن عدم الرد على توقيف الناقلة في جبل طارق يشجع على تكرار الفعل نفسه في أنحاء العالم ضد ناقلاتها بغية تحقيق هدف تصفير صادراتها. أما اليوم وإيران قد نفذت تهديداتها بتوقيف ناقلة لبريطانيا وفق لمعادلة 1:1، ترفض الأخيرة الرضوخ لهذه المعادلة من خلال القبول بتبادل الناقلات، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب مرتين خلال الأسبوع الماضي، ما يطرح تساؤلات عدة حول مصير أزمة الناقلات بين البلدين، على ضوء رفض الحكومة البريطانية الجديدة لتسوية الأزمة من خلال تبادل الناقلات. يمكننا توقع احتمالين أو سيناريوهين لمصير هذه الأزمة. الأول هو أن تحدث عملية تبادل غير مباشرة، بمعنى أن بريطانيا تعلم جيداً أن ناقلتها احتجزت رداً على احتجازها الناقلة الإيرانية، بالتالي يمكن أن تقرر الإفراج عن الناقلة الإيرانية من دون أي مفاوضات مع إيران بعد انتهاء المدة الثانية لاحتجازها بموجب قرار المحكمة العليا لجبل طارق. يقول الكاتب: لكن السيناريو الثاني هو إطالة الأزمة انطلاقا من عدم رغبة بريطانيا بحلها حاليا، وأنها تنظر إليها كفرصة ثمينة لاستغلالها أشد الاستغلال في سياق تجديد الضغوط على إيران. وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى المحاولات البريطانية لتشكيل تحالف بحري عسكري في مضيق هرمز ومياه المنطقة، توظيفا طبعا لأزمة الناقلات. نقرأ في العرب اللندنية: ما الذي ستفعله القيادة الفلسطينية بعد قراراتها الأخيرة، بعد أن اتخذت القيادة قرارها بشأن تحديد أو تصويب علاقاتها مع إسرائيل؟ إن في ما يتعلق بوقف العمل باتفاق التنسيق الأمني أو فيما يتعلق بفك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل، وهما الاتفاقان اللذان كبلا سلطة وجعلا من إسرائيل في واقع من الاحتلال المريح أمنيا والمربح اقتصاديا. مقال للكاتب ماجد كيالي في العرب اللندنية. في كل الأحوال فإن أي مراجعة لاتفاق أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية تثير الكثير من الدهشة، ليس فقط للإجحاف الكامن فيها، وإنما أيضا للكيفية التي رضيت فيها القيادة الفلسطينية بمثل هذه الاتفاقيات. الفكرة الآن أن القيادة الفلسطينية باتت وظهرها إلى الحائط، أو لم يتبقى لها ما تفعله في هذه الظروف العربية والدولية. مع الاحترام لأكثر من 100 دولة اعترفت بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، إذ تواصل إسرائيل قضم مناطق الضفة وتعزيز الاستيطان، وتشتغل بدأب على تهويد القدس وترسيخ هيمنتها على الفلسطينيين، فيما تواصل الإدارة الأمريكية دعمها لها بمحاولاتها تصفية قضية اللاجئين وزعزعة مكانة منظمة التحرير وتوفير الأرضية الإقليمية لتطبيع وشرعنة لوجودها في الشرق الأوسط. لم يبقى للقيادة الفلسطينية في مركب أوسلو سوى خيارات خطيرة ونهائية، فإما مغادرة هذا المركب مع كل ما في ذلك من عواقب وتبعات وتحديات وأثمان باهظة، أو محاولة التكيف أو تحسين شروط البقاء في هذا المركب مع الأثمان والتداعيات المترتبة على ذلك إزاء شعبها وإزاء قضيتها، علما أن لدى إسرائيل خيارات أخرى بديلة
ضمنها فرض إملاءاتها والسير في التسوية الإقليمية وتطبيع علاقاتها مع هذه الدولة أو تلك في العالم العربي. يقول الكاتب: ثمة لشعب فلسطين خيارات أخرى أثبتها الفلسطينيون عبر تاريخهم، وهي أنهم سيواصلون حياتهم ويعززون صمودهم وسيستمرون بكفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية. فقصة الشعب غير قصة القيادة، أي أن خياراتهم مفتوحة مهما كان الأمر. نقرأ في الدستور الأردني: مجموعة من الأطفال على قائمة الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. التهم الموجهة لهم تهديد أمن الاحتلال وتعكير صفو المستوطنين تحت عنوان حرب إسرائيل على أطفال فلسطين. كتب عريب الرنتاوي مقالا في صحيفة الدستور الأردنية. هل فقدت إسرائيل عقلها؟ ما الذي يدور في خلد الجنرالات الجيش الذي لا يقهر وأجهزة الأمن ذات الصيت الذائع والمرعب، وهم يرسلون الدوريات وزوار الفجر لتسليم أهالي المطلوبين وذويهم مذكرات جلب؟ وما هو المحقق الذي سيجلس قبالة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 8 أعوام؟ ما نوع الأسئلة التي سيوجهها المحققون لهؤلاء المطلوبين؟ وبأية لغة سيتحدثون معهم؟ وما المعلومات التي سيحاولون انتزاعها منهم؟ وما نوع التهديدات التي سيشهرونها في وجوههم لردعهم عن الاستمرار في تهديد الأمن الإسرائيلي وخدش صورته الردعية وتعكير صفو القطعان السائبة من المستوطنين الأيديولوجيين في الخليل على وجه الخصوص؟ إسرائيل فقدت عقلها وباتت تنافس أعتى الدكتاتوريات على وسائلها الوحشية المستمدة مع إحساس عميق بانعدام الثقة والإحساس بالأمن والاستقرار. إسرائيل تتخبط في قلقها الوجودي، وإلا ما معنى ملاحقة أطفال لم يبلغ بعضهم من المدرسة بعد بوصفهم تهديداً لأمنها ومصدر إزعاج لمستوطنيها؟ إسرائيل تتوحش، فهي إن فكرت باستهداف الأطفال لردع أهاليهم تكون قد لحقت بركب أعتى الفاشيات في العالم، تلكم التي طوى تاريخ البشرية صفحتها إلى غير رجعة. لو أن صور الأطفال الفلسطينيين، يقول الكاتب، الذين تسلموا مذكرات الجلب والاعتقال جاءت من عاصمة عربية مثلا لقامت الدنيا وما قعدت، لقيل في هجائهم معلقات في القدح والهجاء، ولعمت وسائل الإعلام الغربية الصور وتقارير تفصيلية التي تكشف فظاعة تلك الدول وبؤس أدواتهم وقذارتها. لكن حين تكون الضحية فلسطينيا والجلاد إسرائيليا، يضرب الصمت على عقول هؤلاء وحتى قلوبهم. بعيداً عن السياسة، تمكنت بي بي سي من الكشف حصرياً عما جرى خلال سلسلة من العمليات الرائدة بإحدى المستشفيات البريطانية لفصل الأختين صفا ومروة. وكشفت البي بي سي تفاصيل العملية حتى وقت المغادرة من المستشفى، وقد مضت قرابة 5 أشهر منذ فصلهما وتعافت البنتان ببطء. فقد تعين إجراء ترقيع جلد لهما بمؤخرة الرأس و تزاولان علاجا طبيعيا بصورة منتظمة يوميا للتدرب على حركات أساسية كالجلوس والدوران ورفع الرأس. ولدى إجراء مثل هذه العمليات غير العادية والخطرة، يفكر الجراحون مليا ما إذا كانوا فعلوا الشيء الصحيح، ولكنهم يعرفون جيدا أن الحياة كانت من الممكن أن تغدو عسيرة لتوأمين إن لم يفصله. في خبر آخر، ألقي القبض على شاب يبلغ 22 عاما في عملية احتيال لأكبر متاجر التجزئة على الإنترنت، بلغ مجموعها حوالي
$370,000 عن طريق إرسال طرود مليئة بالتراب. ويزعم جيمس جيلبرت كوارتنغ في أسبانيا أنه خدع أمازون عن طريق ملء صناديق البضائع التي اشتراها عن طريق الإنترنت بالأوساخ بعد إفراغ محتوياتها وتسجيل الوزن الدقيق للمنتج، ثم يردها لأمازون مدعياً أنها ليست ما يريد، ثم يبيع البضائع الأصلية مسترداً أمواله مصحوباً باعتذار وفقاً لصحيفة الإسبانيول. ويبدو أن أمازون لا تقوم بالتدقيق في تلك المواد التي أرجعت، بل تكتفي بالتأكد من وزن الطرد وحسب، وتنتهي الطرود في مستودعاتها، ولهذا لم يتم اكتشاف عملية الاحتيال إلا من خلال البحث العشوائي، حيث فتح أحدهم صندوقاً واكتشف أنه كان مملوءاً بالتراب. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.